بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. PowerPoint 2016 Project 1 سؤال 16 16 Change the layout of slide 4 وانتر in the slides. لو نروح اللي هو slide 4 1 2 3 4 لو وانتر in the fields بعدين عايز اغير layout تحته to title and content title and content and then duplicate slide 4 تمام slide 4 هنا title و 2 content عايز اخليه بدل ما 2 content عايز اخليهم ايه title and content وبعدين and then بعد ما كده duplicate slide 4 in the title of slide 5 duplicate slide repeat fields with using office مش هنا بقى title and content يبقى الاول هنيجي هنا نمسح واحده من دي change layout هنيجي هنا في ال design في ال في format transition animation transition design insert room واحنا هنا في ال slide section layout بعد ما هي to content عايز اخليها تايتل كونتنت المنظر ده كده تحولت بدل ما كانت شغاله باتنين اشتغلت واحد في الهوم لاي اوت تايتل اند كونتنت طيب بعدين اند زين دوبليكيت سلايد 4 عايز اعمل تكرار للسلايد 4 ان ذا تايتل اوف سلايد 5 دوبليكيت سلايد ريبليس فيلدز ويز هبدي بعد كده الفيلدز دي بكلمة اوفيس ماشي نعمل واحدة واحدة يبقى لو هنعمل دبليكيت للسلايد 4 دي عشان نعمل دبليكيت ليها نضغط عليها بيمين ماوس كده هلا عندي حاجة اسمها دبليكيت سلايد طيب في مكان تاني ليها انسرت في الهوم مفيش مكان تاني نيو سلايد هلا عندي حاجة اسمها دبليكيت سيلكتد سلايد دبليكيت سيلكتد سلايد يعني السلايد ده انا ماسكها لو اضغط عليه يمين ماوس واقول له دوبليكيت سلايد او بختار هنا النيو سلايد دي والاقي عندي هنا حاجه اسمها دوبليكيت سيلكتد سلايد يروح مكرر لي رقم 4 ونزل لي رقم 5 في رقم 5 الجديده دي طالب مني اعمل فيها ايه قال لي هغير فيل ديس ريبليس فيل ديس ويز اوفيس اخد اوفيس دي كده كوبي واروح هناك واجي عند كلمه فيل ديس دي اشيلها احط مكانها بيست اللي هو تكيب تكست اونلي يضع كلمة خلاص من غير تنسيق بعدين اعمل سيف